العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، ولد في قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية عام 1929. هو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعلي. توفيت أمه بعد ولادته بأيام. قبل أن يتم حليم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيما. كان يلعب مع أولاد عمه في ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض بالهرسيا الذي دمر حياته. أجرى بسببه 61 عملية جراحية استنزفت معظم أمواله وأملاكه. بعد أن زاع صيته وزادت شهرته سئم صخب المدينة وزهوتها، شعر بحنين إلى الماضي فعاد إلى الريف مسقط رأسه ومنبع وجدانه. وعلى بعد ساعة ونصف من قرية الحلوات انتقلت البوابة نيوز إلى عزبة العندليب التي تقع ما بين مركز الحسينية وأولاد صقر بالشرقية، التي تسمى الآن قرية جزيرة الشفعي، حيث اشترى حليم هو وإخوته عزبة مستقلة عن بلده الأصل تبلغ مساحتها 100 فدان، بها سرايا وحديقة كبيرة ومزارع إنتاج حيواني، وذلك عام 1965، وعاش بها أكثر من 10 سنوات كانت مليئة بالمواقف والأحداث. وكان حليم يصطحب معه في كل زيارة إلى عزبته بالشرقية أصدقائه من الفنانين ليستمتعوا بجمال الريف وروعته. فبمجرد أن تطأ قدماه أرضه الزراعية يتجمع حوله العاملون بالحقل ويطلبون منه الغناء ليشاركهم الغناء والترويح عنهم ليخفف من عناء العمل والشقاء. كان جاي معاه الفنانات الفنانة نادية لطفي، وكانوا يجوا بقى السرايا وقعدوا شوية. كان في موقف حكاه جدي الفنان الكبير عبد الحليم حافظ لما كان نازل البلد هنا، كان معايا طبعا الفنانة الكبيرة سعاد حسني، فأهل البلد من العادة كان بيقابلوه بالحب وطلبوا ان هو يغني لهم، فهو برضو كان محب ليهم وبيحبوه، فغنى لهم وقتها أغنية سواح وكان بخبط على العربي. يوم من الأيام كنت سارحين الغيط أنا وجدتي واخدين المواشي نسقيها ورا جنينة الجيش جنينة الشافعي، ففجأة لقينا عربية واقفة، فأبوه ادى تلاكس العربية وقال عدونا يا جماعة. يبقى ايه يا ستي، قالت والنبي استنى لما نسقي المخزن المواشي الاول. فقال لي انت اسمك ايه يا حجه؟ قالت انا اسمي شوق علي سليمان. فقال عدينا يا شوق عدينا على بر الهوا رسينا. عدينا شوق عدينا. خلال فترة وجود حليم بالقرية ازدهرت الحالة المعيشية والاقتصادية بفضل توافر فرص العمل وارتفاع الأجور في عزبته مقارنة بالمزارع الأخرى، مما جعل الكثير يتمنى العمل ولو من أجل رؤية العندليب فقط. كنا نشتغل طول الأسبوع ونيجي يوم الجمعة آخر النهار نقبض، زي ما يبقى يوم السبت يوم عيد، الكل بيبقى وياه فلوس، يعني هو اللي فرحنا بالفلوس وشفنا الجنات على وشه. الفنان الكبير عبد الحليم حافظ عمل طفرة كبيرة في الاقتصاد، بأن هو وفر فرص عمل وبالتالي محبة الناس دي زادت بالنسبة للفلاحين، فطبعا استقباله كان استقبال راقي. ومن ثم كان أهل القرية ينتظرون زيارة العندليب الأسمر في كل مرة بلهفة وحب، فتعلق السكان والعاملين به جاء من حسن تعامله وكرمه مع الصغير قبل الكبير. كان حداهم يعني حاجة زي نادرة، يعني جيت وهنا البلد يعني الكل بقى طلع وعايزين يشوفوا عبد الحليم. كان خيره كتير وكان بحب يعني الدنيا كلها كان بتحبه. يوم ما يجي العزبة كان الكل يبقى متجهز وفرحان عشان هياخد نص جنيه هدية من الأستاذ عبد الحليم. بدأنا الأستاذ عبد الحليم يطبع علينا ولقينا بنشتغل في الجبر بتاعه، ودينا من عصر شعب، راح فاتح علبة شوكولاتة وراح مدينا منها ودينا من عصر شعب. قمت تعمل يغسلوا ديك وقلنا ما بنغسلش وكلناه. قال يا ريتني زيك كده وفيه.
وانا اكون حضرت الجمهوريه الرحمه. ليه؟ الاستاذ عبد الحليم رحمه الله عليه. وفي عام 1976 قرر الفنان عبد الحليم حافظ بيع عزبته بالشرقيه كامله للسفر والعلاج في لندن قبيل وفاته بشهور قليله، وذلك بعد رفضه العلاج على نفقة الدولة، على الرغم من توفير رئيس السادات حينها كافة سبل المساعدة وتكفل الدولة بعلاجه، لكنه رفض ذلك. قال إن عيشت وربنا أحياني، وربنا أحياني وشفاني من مرض ده، هخلي الحتة دي تبقى مش لها إيه مثيل، وإن متى تبقى تولى بينا إحنا الكرم. ويجي الرجل لو ما حصل بقى وراح لندن، ويجوا قالوا عي قوي، يجوا باعوا الارض، وقال مش عايز مساعده من اي مخرج. الحقيقه ان كان في العزبه هي طبعا موجوده في مركز الحسنيه في اول زمان، في تقريبا في من اوائل السبعينات كده لحد سنه 76. كان عمي ووالدي وعم اسماعيل وعمتي عليا والحاج شحاتة وحاج فردوس، كان كل واحد اللي ليه مثلا 15 واللي 20 فدان ليه 25 فدان، كان مجموعهم هم كلهم على بعض حوالي هم السبعة والثمانية حوالي 105 فدان. وعمو حليم كان بيعرضوا عليه دايما انه يطلع يتعالج على حساب الدولة وكده هوت، فهو كان بيرفض، فاستأذن اخواته واسرته انهم يعني يبيعوا العزبة دي كلها، كلهم مجتمعين على بعض علشان يطلع يتعالج بيها في سنة 76، آخر سنة 76 يعني يبيعوها، وطلع بيها سنة 77 يتعالج وتوفاه الله. وعم حليم كان راح يعني جبت كذا مرة يزورها وكده، وكان عنده الطاقية الجميلة دي اللي بتقيم الشمس وكده هو كمان قال بقى نبيعها وتعالج بحسابها يعني احسن ما كلف الدولة يعني فلوس علاجي وكده. وده كانت قصة الارض دي يعني دلوقتي اسمها بقت قرية جزيرة الشفا. في عام 1977 رحل الفنان عبد الحليم حافظ عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض. مهما مرت السنوات تظل ذكريات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ محفورة من ذهب في كل مكان أو ركن يذهب إليه. بعدت مسافاتها وقلت مواقفها، تظل مصدر إلهام وسعادة وحب لدى جمهور الوطن العربي.